عليكم، ان شاء الله راكم كامل لاباس. الفيديو تاع اليوم هما كيفاش ننزلوا في السرعات، يعني كيفاش كيكونوا في السرعه الخامسه كيفاش نهبطوا للسرعه الرابعه والسرعه الثالثه والسرعه الثانيه وحتى السرعه الاولى. ونشوفوا ثاني دائما تقولوا لي دائما كيكونوا خارجين من طريق السيار ضعف الطريق السريع كيفاش نخرجوا، يعني كيكونوا في الطوط كيفاش نخرجوا، حنا كنا في السرعه الخامسه كيفاش نقصوا السرعه تاعنا تدريجيا. هنايا كما انا نايح على اليمين درت الاشاره تاعي، وتقولوا لي كما دوكا انا هنا راني بسرعه ثالثه على خاطر على بالي بلي هنايا مكان منحدر لازم نقص شويه بالفران. كي دائما تقولوا لي بلي كيفاش ساعات تدخلي البروتال بسرعه الرابعه وساعات تدخلي بسرعه كيما هنايا ما كان والو، نضغط ندير بسرعه الرابعه نزيد ناكسيديري نشوف المرايا تاعي بلي ما كان حتى واحد يتجاوزني وراني نقدر ندير السرعه، نعاود نحجم اكسيليراتور نضغط على لومبرياج ندير السرعه الخامسه، نطلق لومبرياج نقعد ناكسيليري كي نشوف كاش حاجه نقص بالفران اذا اشتهر دعف عزا ولا نقص بالفران. اذا نقصت بالفران وطلقت نقدر ما نرجعش السرعه الرابعه، واذا شتروحي نقصت بزاف تما لي لازم نرجع للسرعه الرابعه. ودائما السرعات كيفاش يتغيروا على حسب حاله الطريق، ساعات تشوفوني كاش بغيت دخلتو بسرعه الثالثه ولا بسرعه الرابعه تقولوا لي حيت كيفاش دخلتيه بالسرعه الثالثه. هنايا لازم نتجاوز هدايا ندير الاشاره تاعي نشوف لوغوتروفيزور ونبدل نغير المسلك ديالي نعاود ناكسيليري شويه. بغيتكم تقولوا لي كيفاش كنتي هذا المسلك ساعات تدخليه بسرعه الثالثه وساعات تدخليه بالسرعه الرابعه. نقول لكم باللي السرعات يعني يتبدلوا على حساب حاله الطريق، ساعات يكون كاين ازدحام لازم ندخلو انا بسرعه الثالثه، اذا شفت ازدحام كثر لازم ندير سرعه ثانيه، واذا كنت يعني بسرعه الخامسه وشفت هذاك البروتال فارغ يعني ما فيش ازدحام نقدر ندخلو بسرعه الرابعه. وعلى حسب البروتال كيفاش يكون، كاين المسلك كي ندير ناخذ مسلك واحد اخر يعني نخرج في مسلك، كاين مسلك يجيني في مكان مرتفع وكاين مسلك يجيني في مكان منحدر، يعني تما نحدد السرعه تاعي على حساب يعني تغيير السرعه تاعي يكون على حساب حالة الطريق إذا فيها ازدحام ولا فيها يعني المكان يكون مرتفع ولا منحدر. هنايا شفتهم بداو ينقصوا نقص بالفران نشوف ما كاين والو نعاود ناكسيليري نعاود نقص بالفران نعاود نهبط للسرعة الرابعة نعاود شوفوا نعاود نرجع ناكسيليري شوية نعاود نفريني نعاود نرجع للسرعة الثالثة نطلق لومبرياج كامل نمشي بالعقل. اذا شفتهم نقصوا بزاف هذه هي الحاجه اللي واعره، كي تكونوا في طريق سريع تكونوا بسرعه عاليه ومن تخرجكم ازدحام فجاه اي جاتنا هذا الازدحام في الوقت المناسب اللي راح نهضر ما يعرفوش باللي كيفاش ينقصوا، تقولك نهبط ديريكت في السرعات ولا نقص، لا لا تما ما تخافوش. اهم حاجه اذا شفتوكم خفتوا شفتو روحكم بلي حطولوا في تغيير السرعات، الحاجه الاولى شعلوا اضواء الخطر باش اللي موراكم يعرفوا بلي راك مبتدئ ولا راك كاين يعني كاين حاجه قبلك. كما انا دوكا ديك هنايا ما شعلتش اضواء الخطر، شفت لوغوتروفيزور تاعي اللي كانوا مورايا كانوا بعاد عليا. هنايا انايا نقصت بالسرعه الرابعه ومن بعد هبطت للسرعه الثالثه، دوك شفتها تلحت ما كاين والو قدامي، نضغط على لومبرياج ندير السرعه الرابعه نشوف ناكسيليري. هنا كاين مكان شويه مرتفع ما نقدرش ندير السرعه الخامسه واللي قبلي ما راهمش يعني بسرعه عاليه باش نطلع بالسرعه الخامسه، نقص بالفران نهبط الاشاره تاعي نشوف حتى نضمن الطريق ديالي بلي راهي فارغه ويقدروا يخلوني نتجاوز باش نخرج. مامي داشت هدايا اللي قبلي يعني كيما نقولوا حنايا يعني حصلت موراه مي ما نقدرش نخرج مباشره على خاطر اللي مورايا راهم جايين بكثره، لازم نشوف زوايا الميته ديالي نشوف كيفاش نخرج ونخرج بعقلي ما نروحش نخرج حتى وين نقيس كاش واحد في حقه لخاطر راني خارجه لمسلك اخر. نعاود ناكسيليري شويه نضغط على لومبرياج ندير السرعه الثالثه نعاود ناخذ المسلك تاعي نهبط اشاره نشوف منا ندير نطفي الاشاره تاعي. عباكم تما وعلاش درت السرعه الثالثه تقولوا لي كيفاش حد تجاوزي ودرتي السرعه الثالثه، نقولكم تما درت السرعه الثالثه لاخاطش السياره تاعي راح لها الريجيم وكنت بسرعه الرابعه ما نقدرش نتجاوز وهكذاك الريجيم تاعي هابط. دوكا لازم نروح للمسلك هذا اللي على اليمين نشوف لوغوتروفيزور دائما الاشاره نخدموا بها في الطريق السريع. الطريق السريع لازم دائما تشوفوا لوطوط لازم دائما تشوفوا لوغوتروفيزور والاشاره. شوفوا دوكا انا هنايا راني بسرعه الثالثه
نعاود نشوف ما كاين والو، نضغط على لومبرياج ندير سرعه رابعه ونقدر ندخل بروتال ديالي بسرعه رابعه. ما قدرتش ندير بسرعه رابعه على خاطر كانت قبلي شاحنه. راكم تشوفوا هنايا التغيير، ماشي معناتها تدخلوا للطريق السريع لازم تسوقوا بسرعه الرابعه ولا بسرعه الخامسه وسرعه عاليه. صح عندنا سرعه محدده ما نقدروش نهبطوا تحتها اذا كانت فارغه، ما تقدريش تضغط يعني الطريق السريع راهو فارغ وانت راك تمشي ب 20 ولا 30، هذيك سرعه محرجه وحتسبب لك احراج في الطريق. مي كي نشوف انايا كاين كاش حاجه ما نقدرش ندير السرعه الخامسه ولا هنايا راني بسرعه الرابعه نقدر نقعد هكذا بسرعه الرابعه. راكم شفتوا كيفاش خرجت من الضغوط، بدلت السرعات بين السرعه الخامسه والسرعه الثالثه ووصلنا حتى للسرعه الثانيه. مالغري كي رانا في الطريق السريع على خاطر كاين ازدحام، على بالناش بلي كان حادث قبلنا ممكن كاين ازدحام برك في هذيك الخرجه. انا شد اليمين تاعي دائما نشوف الزاويه الميته هنايا، راني درت لكم حصص بزاف على فيديوهات بزاف على الطريق السريع. وهنايا شوفوا انايا نقدر هنايا نصوتي سرعه، كيفاش نصوتي سرعه؟ يعني راني احنا لازم تعلمنا دائما نكونوا سرعه الرابعه الثالثه. هنا تقدروا تضغطوا على لومبرياج ديروا سرعه ثالثه كي تلحقوا للرون بوان ديروا. هنا كي نشوفوا حين نقصت بزاف نحي رجيم لاكسيليراتور غادي بسرعه الرابعه، نهبط الاشاره تاعي نقص بالفران، نضغط على لومبرياج ندير السرعه الثانيه مباشره، يعني رجعتها بوامور ورجعتها للسرعه الثانيه. هذوما الحالات نديروهم، كاين حالات وين نقدروا نديروا نهبطوا من السرعه الخامسه للسرعه الثالثه ولا من السرعه الرابعه للسرعه الثانيه ولا من السرعه الثالثه للسرعه الاولى. يعني هنايا دائما كيكونوا حاجات تخرجوا لنا زعما على غفله ولا طريق ما تعرفوهاش تحطوا في دودان، تكونوا بسرعه الثالثه ومن بعد ترجعوها ديريكت بامور ترجعوها للسرعه الاولى. خليوها هذوما الحالات واحد كيكون متمكن شويه، يعني كاين دوك هذوك يخرجوا يعني متمكنين في تغيير السرعات ديالهم. من السرعه الرابعه تقدر ما تروحش السرعه الثالثه ودير السرعه الثانيه، مي ما ننصحكمش بها، من احسن ديروا السرعات تاعكم تدريجيا. من السرعه الرابعه تروحوا الثالثه الثانيه الاولى، وتقدروا في كي تضغطوا على لومبرياج تقولوا واش هذه لومبرياج تاعكم وتبدلوا السرعات في لومبرياج واحد. يعني هادو ما نحدد لكم الدرس تاعو، وحنا رجعنا اكسيليري ما كاين والو، نضغط على لومبرياج ندير السرعه الخامسه نعاود ناكسيليري نشوف ما كاين والو. انا على بالي بلي هنايا كاين دخله على اليمين وراح ندخل معاها، صافي منا نوجد الاشاره ديالي، طلع الاشاره ديالي دائما ما راني شاده اليمين ديالي منشوف الغطفه فيزور تاعي. ما تقولوش بلي رانا في الطريق السريع ما كاش دراجات ناريه وما كاش دراجات هوائيه، نتلاقاو معاهم ساعات تطيحي مع عباد يمشيو في الطريق السريع تاع تطيحي مع دراجات ناري. دوك هنا ما نقدروش نكونوا نجوزوا عليه بسرعه الخامسه، نقص بالفران نضغط على لومبرياج ندير السرعه الرابعه، نقص بالفران على خاطر بروتال هذا في منحدر، نعاود نرجع ناكسيليري شويه برك كي نشوف كاش حفره ولا كاش ممهل ولازم نقص. هنايا على بالي بلي طريق شويه مقصره، نقص بالفران نقص نتفادى الحفر هذوما، نعاود نرجع وما نبغي كي راني بسرعه الرابعه، نعاود تاني هنايا نقص بالفران شويه برك. وهنا نقول لكم ان شاء الله فهمتكم في هذا الفيديو كيفاش تنزلوا السرعات تاعكم. يعني دائما فكروا بلي السرعات تاعكم يتبدلوا على حساب حاله الطريق، ماشي معناتها راكم في الطريق السريع لازم تقعدوا بالسرعه الخامسه، لا لا هنا كيما انا نقص ندير السرعه الثالثه باش نمشي بعقلي ما نقعدش نجري. لازم دائما تشوفوا وعلى حساب الطريق السريع هذاك كيفاش الطريق السريع يقدر يكون في مكان فيه طلعه لازم ما تقدروش ديروا السرعه الخامسه تما، لازم تهبطوها السرعه الرابعه ولا السرعه الثالثه، تعاودوا تطلعوا الطوموبيل تاعكم الريجيم ديالها ومن بعديك تعاودوا تطلعوا السرعات ديالها. هكذا ان شاء الله نكون فهمتكم، ان شاء الله الفيديو هذا ما يكونش ممل.